السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلبة يا حبايبي؟ ربنا يوفقكم كده ويسدد خطاكم لما فيه الخير. النهارده إن شاء الله هبدأ شرحي بشابتر 5، وطبعا أنا خدت قرار إن أنا أرجع فيه إن شاء الله. أي حاجة هتخص النوفل هتنزل يوتيوب، هتنزل يوتيوب مش هتنزل أونلاين. ليه؟ أنا حاسس كده إن هي إيه؟ ما تستاهلش إن تكلفكم أي حاجة خالص. أنا هشرحها على اليوتيوب. انت تقدر تخش تشوفها في اي وقت لان ده يوتيوب. اوكي، توكلنا على الله. هنشرح النهارده يا حبايبي ان شاء الله رب العالمين شابتر 5، وفي على اليوتيوب اوكي مراجعه من شابتر 1 لشابتر 4. هنبدا دلوقتي بشابتر كام؟ 5. نرجع بالذاكره يا حبايبي الى نهايه شابتر 4. انتهى شابتر 4. ايه؟ ابني الولد بيب البطل او الناريتور الراوي لاحداث القصه قال ايه يا اولاد؟ In fact, I felt lonelier than ever before. إن هو يعني مجرد ما إيه؟ ما ساب القرية وساب الناس وساب جو وساب إيه؟ his sister، حس إن هو إيه؟ خلاص بقى وحيد أكتر من أي وقت ذي قبل. ده نهاية شابتر كام؟ 4. في بداية شابتر كام؟ 5. أوكي؟ بيبدأ ببداية ملهاش أي علاقة بشابتر كام؟ 4. خلاص؟ هنا قال ايه يا جماعة؟ On my next visit to Miss Havisham، في زيارتي التالية لمس مين؟ Havisham. I went to her to thank her for all the money. Okay, she had given to me. ليه؟ لان هنا لغاية اللحظة دي he thought، هو بيعتقد that she was her donor او her benefactor. يعني benefactor ان هو الانسان، ان هي المتبرعة او فاعلة الخير بتاعته. وطبعا هيتضح لينا ان دي ملهاش اي علاقة. قبل ما اخش في احداث الشابتر هتركز كويس جدا جدا معايا على السمارت بورد. ركز كويس جدا ماشي. في شابتر 5، في شابتر كام؟ 5، هتظهر لي العديد والعديد من النيو كاركترز، الشخصيات الجديدة. هركز اول شخصية هنتكلم عليها طبعا بيب، واحنا عارفين ان هو اول ناريتور واول ايه. تاني شخصية ميس هافيشام برضو عارفينها مش هنتكلم عليها كتير. خلاص، الشخصية اللي هيذكر، اللي هتذكر في شابتر 5 واللي انا عايزك تاخد بالك منها اوكي في الشرح، هي شخصية مين؟ آرثر. من هو آرثر؟ آرثر with the half brother، كان الاخ الغير شقيق لمين؟ to ميس هافيشام. ازاي؟ her father، والدها عمل ايه؟ second marriage، يعني تزوج للمرة الثانية. اوكي، حينما تزوج للمرة الثانية تزوج من مين؟ من his cook اللي هي الطباخة او الطاهية بتاعته. ليه؟ في تلك الفترة كلنا عارفين يا اولاد ان كان اي واحد فيهم بيتزوج الخادمة، بيتزوج الايه الطباخة، مديرة المنزل، سكرتيرته، وما شابه ذلك. هو اتجوز الطباخة، خلف منها واحد اسمه ارثر. هذا الآرثر ماله؟ كان spoiled اوكي مان، يعني ايه؟ كان راجل مدلل وفاسد تماما تماما. he was a gambler، يعني gambler، كان راجل مقامر، بيقامر، بيلعب قمار. على الفور الاب غضب عليه and deprived him of his inheritance، يعني قال له خلاص مالكش ورث عندي، مالكش ايه؟ ورث عندي، انا متبرى منك الى يوم القيامه. في حاجة صعبة؟ على الفور حينما مات الأب، هل آرثر هيسيب إيه الثروة بتاعت الأب تروح كلها بقى؟ لا طبعا. He traveled with his sister. مين يا فندم؟ الحمد لله، الحمد لله، قدر الله، الحمد لله. طبعا أنا آسف يا أولاد، معلش. هنا طبعا عمل إيه يا فندم؟ خلاص عمل خناقة طويلة عريضة مع مين؟ مع مس هافيشام. And they divided the fortune between them. يعني قسموا الثروة، قسموا الميراث اللي ساب الأب ما بينهم نصفين. ولكن آرثر ماله؟ spent all his money، صرف كل فلوسه in gambling، في الأمار، و و و وبعده فترة بسيطة جدا أصبح without money، بدون فلوس، penniless، مفلس. هل يسكت؟ لا. He went to Miss Havisham to ask her for money. راح إلى أخته Miss Mean Havisham to ask her for money. عشان يطلب منها إيه؟
فلوس but she refused completely to give him any. لا مش هديك اي فلوس انت خدت ايه ميراثك. That's why he got angry and she dismissed him from her house. طردته منين من بيتها. على الفور he decided to take his revenge. قرر ان هو يسأل لنفسه وجاي ياخد بطوق منها ازاي خلاص by okay, offering her يعني هيعرض عليها هيقدم لها بدون ما هي تعرف بدون ايه تعرف engager خطيب و agree with him ويتفق معاه على ايه يا اولاد يعملوا ايه صفقة ما بينهم ازاي خلاص انت اوكي اتجوز ايه اختي و okay, store her money اسرق فلوسها and give me بديني ايه نصها ما بيني وما بينك في اي حاجة صعبة ولكن ده آرثر ولكن ايه اللي هيحصل دلوقتي هنشوف ده اول شخصية اللي هو مين آرثر يبقى هنا آرثر نقول عليه ايه half brother from her father the second okay, married to his cook يبقى دي ايه الزواجة التانية اللي اتجوز ايه الطهية بتاعته او الطباخة بتاعته هيظهر فين شخصية مش جديدة لان اتكلمنا عليها قبل كده مين هو ماثيو بوكيت ماثيو بوكيت هيتضح لي من شابتر 5 ان من هو ماثيو بوكيت هو ميس هافيش يعني ايه ولاد من ايه من العمومة اوكي ما اقدرش اقول ابن الخال او ابن العم ليه لاني عندهم يا حبايبي لما اقول ميس هافيش كازن يعني من العيلة او ممكن يقولوا من عمها فعلا او ابن خالتها فعلا او المهم ان هو قريبها المهم ان هو ايه قريبها هذا الرجل اللي هو مين مستر ماثيو بوكيت كان عند ميس هافيشام اند وانيد هير يعني وانيد هير حذرها اوكي تو جيف اول هير تراست ما تديش كل ثقتك لخطيبك ليه ربما يكون حرامي ربما 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 ولكن مس هافيشام كانت بتحب مين خطيبها That's why she dismissed him. قالت له ما تجيش هنا تاني وطردته. ليه؟ Because she thought هي اعتقدت that he wanted the money for himself. ان هو عايز ايه؟ ثروتها هي تروح لمين؟ لهو. Okay? That's why he will never visit her again. مش هيزورها تاني ابدا. ليه؟ لان هو ما زال معتقد ان هي معتقدة ان هو عايز فلوسها وهو مش عايز فلوسها. خالص بالعكس ده متزوج وعنده ايه اطفال وبنات وبنين و هنا هيتضح من احداث شابتر كام 5 ايضا ان هنا مستر مين ها ماثيو بوكيت ده له سانز وسيست وايه ودوترز ابناء وبنات احد هؤلاء البنات احد هؤلاء الاولاد اسمه هيربرت بوكيت من هو هيربرت بوكيت ده مش هتتخيله ده the same pale young gentleman من هو الذي اطلق عليه هذا اللفظ ده مين ده بيبس امتى لما شافه في الشباك وبيشاور له وراح نزله عمل خناقه سوا عند مس مين هافيشام وهيتضح ان ليه هو كان عند مس هافيشام because she wanted to adopt him كانت عايزه تتبناه ولكن ما عجبهاش فقالت له ما تجيش هنا تاني كلام واضح طبعا اللي هو مين هيربرت كان اطول من مين من بيب ولكن بيب هو اللي انتصر عليه والواد راح رفع ايديه وقال له خلاص اوكي ها يو وان انت اللي ايه اللي كسبت اوكي وفي نفس الوقت هيتضح لينا انه هي وانتد تو بي ادوبتد كان نفسه ايه تتبنى من سيف الشام تو بيكم اوكي ستيلز فيانسي عشان يصبح خطيب السلام إذن لو انتوا لاحظتوا كلهم بيدوروا على نفس الشيء اللي هي مين استيلا وهنلاحظ كمان ان هنا استيلا هنا ميس هافيشام موظفاها لحاجه واحده بس هي تتيك ريفنج فروم اول من عشان تاخد بطارها من كل الرجاله اوكي ده مين يا اولاد هيربرت مين بوكيت بعديها اهو ده ذا بيل يونج جنتلمان اوكي الراجل ده اللي هو مين هيربرت بوكيت اللي هو ابن مين ماثيو بوكيت اوكي مين اللي هيعيش معاه بيب will live with him بيب هيعيش معاه في نفس ايه المكان
وفي نفس المكان اللي عايشين فيه هيعيش معاهم اتنين تاني، واحد اسمه ايه ستارت توب، واحد اسمه ايه بينتلي درامر. طبعا ستارت توب وبينتلي مش شخصيه قويه فين في القصه، الاثنين دول هيقعدوا والاثنين دول عكس بعض. ليه؟ ستارت توب وذا تشيفل مان، ولكن ده كان درامي نكدي، كان ايه نكدي انا بقول ومتفخر. هيتضح لينا ان في مستر مين جاجرز، وده اتكلمنا عليه قبل كده، مين هو مس هافيشامز، ايه المحامي بتاع مس هافيشام. وانا قلت ان هو هي واز سيلف كونفيدنت مان، كان راجل واثق من نفسه جدا. Everybody scared him، كل واحد كان بيخاف منه. And nobody dare، okay nobody dare، ما فيش حد تجرأ، okay and attack his house، ما كانش حد يتجرأ يجي لحد بيته. ليه؟ ما بيخافش من اي حد. مين هما؟ مستر جاجرز. مستر جاجرز دوت كان له مكتب محاماة في لندن، okay، وكان رئيس المكتب دوت اسمه مستر ويمك. مستر ايه؟ ويمك. يبقى ده الكليرك الكاتب والسكرتير والمدير وكله في الكل بتاع مستر جاجرز. يبقى دي شخصيات شابتر كام؟ ها 5. ياريت كلكم تذكروها كويس جدا. ها شخصيات مستر مين؟ شخصيات شابتر كام؟ 5. ابني هنا شابتر 5 لابد ان انا احلله كلمة كلمة، فبالتالي عايز كل طالب وطالبة يكون في قمة تركيزه وانا بشرح هذا الشق. نبتدي فين؟ في الشخصيات. هنا ميس هافيشام ريتش إلدرلي ليدي، سيدة عجوزة وملها اوكي غنية جدا. ماشي. مستر جاجرز اللوير ده كان محامي لمين؟ ده كان محامي في لندن، في نفس مين؟ ميس هافيشام Stella, a young lady, شابة صغيرة, who lives with Miss Havisham. احنا قلنا ان Miss Havisham مالها adopted her, تبنتها. ليه؟ To take her revenge from all men. عشان تاخد بطرها من كل الرجالة. عندي بقى كده Matthew Pocket اللي انا رسائله. Miss Havisham's cousin. ابن العمومة لمس مين Havisham. Father of Herbert Pocket. ابن Herbert Pocket. بيبز تيتشر ان لندن. يبقى ماثيو بوكت ده التيتشر بتاعه فين؟ في لندن. بعد كده مستر ويمك ده مستر جاجرز كلارك اللي هو الكاتب بتاعه. هربرت بوكت الريليتيف اوف ميس هافيشام اللي هو ابن مين؟ ماثيو اوكي بوكت. هوبيب ويل ليف وذ اوكي ان لندن، اللي بيبقى يعيش معاه في لندن. ستار توب وبنت دراما مالهم؟ A man who is staying with Herbert Pocket and Bib. Quite definitions. هتجيب بقى ايه هايلايتر وتشتغل معايا. هنا موظف يعني كلارك، يبقى someone who keeps records or accounts in an office. بعد كده lodging، دي هتعلم عليها بقى بالهايلايتر وتتذكر سم. حجرة مؤجرة في منزل. انا اوكي عندي بيت فبأجر غرفة او غرفتين فيه. يبقى الغرفة او الغرفتين دول اسميهم lodging. اسميهم ايه؟ lodging. خلاص. A room in someone's house which you live in and pay rent for. بعد كده adopt يتبنى، يبقى هقول to change your behavior، بتغير ايه؟ ها السلوك بتاعك او attitude او اتجاهك. You use it to deal with it successfully. Okay. بعد كده grumpy اللي هو نكدي، bad tempered and easily annoyed. Okay. بعد كده inherit اللي هو ايه؟ يرث. To receive money property، كي تتلقى فلوس او ملكية etc. from someone after they ناقصة هنا ايه why after they have died، بعد ما يموتوا. engaged مخطوبة. If two people are engaged they have agreed to marry. بعد كده dare يجرؤ على، يبقى to be brave enough to ايه to do something that is risky اللي هو ماله risky يعني في ايه خطر or that you are afraid to do. take revenge on هتعلم عليها بالهايلايتر وذكرها سم. يبقى ينتقم something you do حاجة انت بتعملها to punish someone who has harmed and offended you يعني شخص اضرك واساء ليك.
شير نصيب. اكتب لي كده يا ابني equal lot ال او تي يعني نصيب ال او تي خلاص دي شير ماشي a part of something that have been divided between several people. عندي بكده فيانسي بمعنى خطيب the man who a woman is engaged is a endangered to be married to. اوكي ركز كويس جدا هنا نبتدي في الفوكاب قلت قبل كده ان الاسئله دايما بتيجي في الفوكاب يبقى اذاكرها يؤجر يعني رنت مزاج حاله مزاجيه مود غرفه مستاجره في البيت لودجنج يتبنى ادوبت يرث انهرت موظف كلارك خطيب فيانسي نصيب شار اكتب لي ايكوال ها لوت ايكوال ايه لوت مجرمين كريمنالز عادي اوردينري يتجول واندر بالايه في الحال immediately خشبي wooden خائف scared مقتنع كي convinced متبرع ها benefactor كي يثق trust كي اخ غير شقيق half brother قاسي cruel ميراث inheritance حي او على قدر الحياة alive محبط disappointed سري secret قريب relative في حالة in case صعوبات difficulties كي كريهة unpleasant يظهر appear أثار أقدام footsteps ثم شاحب يعني بيل ركز كويس جدا هنا كي بقيت الفوكاب وثيق الصلة بي يبقى relevant كي يزعج upset equal worry equal annoy كي وصية لا يخطب فتاة engage مخطوبة engaged يجرؤ dare انتقام revenge كي سيء الطبع grumpy كي ثروة fortune هدية present بعد كده يغلق look يسرق rob كي مسافة distance يحسن improve بمفرده alone شاكر grateful ممتلكات ها بروبرتي اوكي عندي بقى كده ها مركبه او عربه كوتشر كي يامر اوردر ها حفل زفاف اللي هو ايه ويدنج يتصرف بيهيف يكتشف ديسكفر فيما بعد افتر ووردز يرد ريبلاي ثم وسيم بمعنى سم كئيب بمعنى جلومي كي فخور بي براود اوف كي تاخد اوف مترب داستي مبهج تشافه هنا حبايبي هتركز بقى شويه هنحلل كل جزئيه انا عايز كل طالب وطالبه من اللي ايه من اللي بيشوفوا ايه الكلام دوت يبتدي على الفور يعمل ايه يجيب ايه خلاص هايلايتر معايا يجيب ايه هايلايتر معايا كي شوف يا ابني الحاجات اللي انا هعلم عليها لازم كل طالب فيه يذاكرها كويس هنا الدايلوج بدا بايه اي فيزيت مس هافيشام wearing my new clothes انا ابتديت ملابسي الجديده اوكي ها ورحت ايه في زياره المس هافيشام ايه اللي حصل بيقول لها اي هاف بين جيفن ا فورشن سينس اي لاست سو يو مس هافيشام اي سيد انا اعطيت ثروه كبيره من اخر مره شفتك فيها I said and I am so grateful وانا شاكر جدا حتة I am so grateful يبقى هو عارف او متأكد او شبه متأكد ان هي ايه البنفاكتور بتاعه او فاعلة الخير بتاعته اللي هي ايه هي اللي بتدي الفلوس اوكي okay. I know ها she replied انا عارفة هي ايه اجابت and you have a good life وانت دلوقتي حياتك كويسة جدا ماشي you but remember ولكن تذكر مستر مين جاجرز ادفايس يبقى دي اول حاجه عايزها مستر جاجرز ادفايس يعني مستر جاجرز ادفايس تذكر مستر جاجر نصيحه مستر جاجر ايه هي تو بي ويل ادوكيتد ان يتعلم بصوره كويسه اند تو بي ا جود جنتلمان دي النصيحه خليك تتعلم بصوره كويسه اند بيهيف يور سيلف وخلي بالك كده من سلوكك و اوكي سلوك الجنتلمان اوكي عندي بعد كده يبقى دي اول حاجه هنقول تحديد خط حبايبي بعد كده she looked pleased as I said goodbye بدأت سعيدة ان انا بقول لها سلام عليكم مع السلامة and I felt
sure that she was my secret benefactor. وانا شعرت ان انا متاكد ان هي ايه الايه الممول السر بتاعي او فعل الخير السري اللي هي ما قالتش على اسمها. After all, Mr. Jaggers had told me, Mr. Jaggers اخبرني I was to be educated in London. ان انا هتعلم فين؟ في لندن. With مين بقى؟ Mr. Matthew Pocket. They underline it. Okay? One of Miss Havisham's relatives. Okay? سبق. وانا دلوقتي قلت لك يقرب لها ايه؟ Cousin. يقرب لها ايه؟ Cousin. Okay? ماشي؟ When I was sitting on the coach. لما قعدت فين في الكوتش اللي هو الحنطور to London. الى لندن. Okay? Huh? They, the neighbor, the next day, اليوم التالي, after a quick goodbye, بعد وداع سريع, لمين؟ لجو, my sister, way, وبيلي. I felt as though the whole world was waiting for me. يبقى لاحظت حاجة؟ كده انطباعه اختلف تماما عن الدنيا. هو الأول, أول لما سابه, شعر ان هو ايه؟ وحيد أكثر من أي وقت مضى. إنما دلوقتي ماله؟ حس إن العالم كله في انتظاري. العالم فتح زراعاته ليا. تعالى بب. فهمتوني؟ على الفورة. Yeah. When I was sitting on the coach to London, came the next day after a quick goodbye to my sister and Betty, I felt as though the whole world was waiting for me. It was 5 long hours. How do you mean 5 long hours? يعني العملية استغرقت معها كم ساعة؟ العملية استغرقت معها كم ساعة كاملة؟ خلاص يبقى هنا كده تركز كويس جدا جدا. ماشي؟ اوكي؟ يبقى it was 5 long hours. مرت كام؟ 5 ساعات. Before I arrived at Mr. Jagger's office. للأسف أول ما دخل Mr. Jagger's office المكتب بتاع Mr. Jagger's ملقهوش. مستر ومك اللي هو مين؟ الكاتب بتاع مستر جاجرز. اوكي؟ هو اللي استقبله وقال له مستر جاجرز فين؟ في شغله. And he will come back. وهيرجع. Wait for him. انتظروا. هنا على الفور. اوكي؟ الباب شعر انه ساد. ليه شعر انه ساد يا اولاد؟ لان it was gloomy house. يعني ايه مازن؟ وندم ان هو ساب البلاكسميث اللي هي ساب ايه؟ ورشه الحداده. يبقى ايه؟ اذا بيشبه ده بده. حاول يا ابني ايه تبقى ايه بقى معايا اول باول. يبقى it was 5 long hours before I arrived at Mr. Jagger's office in London. His clerk, Mr. مين يا ولاد؟ اه ومك. Mr. مين ومك. Explain the فسر او شرح that okay because Mr. Jagger's was still at work. لان Mr. Jagger's لسه فين في الشغل. I should wait for him in his office. من المستحسن ان ننتظر فين؟ في مكتبه. It was an unpleasant place. كان منزل كان مكان unpleasant غير صار خالص. And I was sad وكنت حزين. I had left the blacksmith. يبقى هنا بيقارن دي بدي. خلاص. When Mr. Jaggers returned. لما رجع. That I should go to my lodging. The underline it. Lodging at Bernard's A. إدنا. وإن هنا مش بمعنى حالة أو خمارة. هنا إن الفندق الصغير. يبقى ديت ايه؟ مكان السجار اللي هو السجار اللي ايه الشقه فيه او الاوضه فيه. Where I would share rooms حيث ساشارك الغرف with Mr. Matthew Pocket's son. مين هو؟ انا قلت مين من ابن مستر ماثيو اللي هو هيربرت اوكي بوكيت. خلاص؟ He wanted to take me خلاص to his father's house. هو هياخدني الولد ده هياخد مين بابا إلى منزل والده. In a few days time. خلال عدة أيام. So that I could meet my new teacher. خلال عدة أيام هقابل المدرس الجديد. Here is some money, Baba. Mr. Jackers continued. Okay. It is a lot of money. But don't worry. I will know how much you spend in case there are any difficulties. دي معناها يا جماعة. مستر جاجرز هنمدي له ايه؟ فلوس. وقال له ما تخافش انا برضو ايه؟ ها هشوف انت محتاج فلوس امتى وهتلاقيني جنبك في اي وقت. اوكي؟ ها This was good news. اخيرا في فلوس يبقى ده خبر ايه؟ حلو. I felt happier now
شعرت ان انا اسعد الان. And I agreed to go to my lodging. ووافقت ان انا اروح الى سكني with Mr. Min مع Mr. Wemek. He told me that Mr. Matthew Bucket قال لي ان Mr. Matthew Bucket ده ماله lived in Hammersmith في حته اسمها Hammersmith 5 miles away على بعد كام؟ 5 اميال. When we came to Bernard's Inn لما وصلوا الى ايه؟ Bernard's Inn اللي هي ايه؟ المكان اللي هو المفروض هيقعد فيه اقامه مؤقته. اوكي؟ خلاص؟ ايه اللي حصل؟ I was disappointed احبط. ليه؟ It looked dusty and gloomy. يعني ايه dusty؟ في غبار وجلومي كئيب. Mr. Wemek left me at the door but no one answered it. يعني Mr. Wemek سابه على الباب ومشي ولكن ما فيش حد ايه جاوبه. عمال يخبط على الباب ما فيش حد رد. I thought that no one would come. اعتقدت ان ما فيش حد هيجي. And let me in ويخليني ادخل. But after a half an hour, about half an hour, ولكن بعد نص ساعة تقريبا I heard footsteps. سمعت وقع اقدام. تقول thin man appeared. يعني ايه شاب كده طويل وماله رفيع. ظهر. Okay. يا مس باب. He asked. I'm sorry. I went to buy some fruit at the market and I thought you would arrive later than this. يعني انا ايه رحت اشتري فواكه من السوق واعتقدت انك انت ايه مش هتيجي بدري كده ان انت ايه هتتاخر. اوكي على الفور he invited me in. دعاني ان انا ادخل. It was only when فقط عندما he returned to speak to me. فقط عندما رجع ابتدى يتكلم معايا. In the light في الضوء of the window في ضوء الشباك that I saw who he was the pale young man. مين اللي قال عليه pale young man؟ طبعا زي ما انتم عارفين بيب لما اتخانق معاه وضربوا بعض وحلوة دي ايه وقع على ركبتيه وقال له بس you have won انت كسبت. اوكي بعد كده هربرت بوكت يبقى مين pale young gentleman؟ هو هربرت بوكت. Was the pale young man. هو كان the pale young man. الشاب الشاحب. He was not handsome. ما كانش وسيم. But his face was cheerful. ولكن وجهه كان مبهج. And I liked him at once. وأنا حبيته على الفور. However, ومع ذلك I had a strange feeling that he would never become rich. ليه عنده غريب احساس غريب انه ماله عمره ما هيبقى غني. ليه؟ لان هو اساسا لو كان هو كويس كانت مسها بشام تبنته. ما هو راح لها وما عجبهاش وقالت له يلا امشي وما تجيش هنا تاني. اوكي يبقى على الفور اتش. We immediately began talking. على الفور بدأنا نتحدث. I discovered that مسها بشام had once thought she might adopt Herbert. اوكي ان هي فكرت ذات مرة انها تتبنى Herbert. So she had invited him to visit her. لذلك دعيته ان هو يزورها. That was on the day that I had met Herbert. ده كان في نفس اليوم اللي انا قابلت فيه مين؟ Herbert and fought. Okay, with him. وحاربت معاه او قتلت معاه in the garden في ايه الجاردن. خلاص. After that بعد ذلك okay, visit. However, after that visit بعد هذه الزيارة. However, okay. ومع ذلك Herbert was not invited to Miss Havisham's again. يعني ايه Herbert دوت لم يدعى الى منزل مين Miss Havisham مرة تانية. خلصنا. She didn't think I was suitable. الوادي عيني Herbert بيقول بحسرة شديدة ما لقيتش ان انا ايه المناسب. Okay. But if she had adopted me ولكن كانت تبنتني I would probably be rich now. كان زماني بقيت غني ايه دلوقتي. And if that had happened وحصل كده then I might even be a athlete's ايه فيانسيتو. كمان لو كانت مس ايه هبشام دي اتبنتني كان زماني بقيت خطيب من ايه السلة. والله نفسي اشوف السلة دي اللي هم كلهم عاملين عليها كده. طبعا دي ايه اوكي الجزء بتاع هربرت. عندي بقى كده الواد بيعكنن عليه فبيقول له you must be disappointed جدا انت خاب املك. I said no not at all. لا ما خبش املي خالص.
He replied, أجابه, I think I have had a lucky escape. حلوة قوي قوي كلمة a lucky escape. يعني ايه lucky escape؟ يعني هروبي ده كان حظ. حظ ليا انا. ايه ليه lucky؟ خلاص استيلا is proud and cool. يبقى ليه من وجهة نظره كان من حظه ان هي ايه ما خطبهاش او ما اتجوزهاش او مدام ايه ها او مسز هافت او مس هشام عملت كده. ليه؟ لانها كانت كول. يعني كول قاسية. كانت ايه واحدة بتستغل تتيك ايه ريفنجر امن ان هي تسأل بايه منين من الرجالة. I was very surprised. اندهشت تماما. السنة غصة ضربتت. يعني على ابيض. ده ايه ده؟ ده انا فاكرها كده ايه مش بنت. ده انا فاكرها بنتها. دي طلعت ايه؟ ضربتت. يعني ايه؟ خلاص متبنى. Why did Miss Havisham want to use her in such a strange way? طب ليه بقى مس عايزة تستخدمها في مثل هذه الطريقة السيئة للغاية؟ قال when we sat down. بيقول بقى when we sat down to eat. لما عدنا ان احنا ناكل. Herbert continued to tell me about Miss Havisham. بدأ يستمر في اخباري عن Miss Havisham. First. في الاول. Okay. First. However. He told me how to behave at the dinner table for which I was grateful. الحتة دي حلوة جدا. ليه؟ هو ابتدوا كلهم مش مستر ماثيو بس لا حتى ابنه اللي هو هيربرت ابتدى يعلمه how to act as a gentleman. كلام واضح؟ فابتدى يقول له ازاي تقعد على وتسلك على ترابيزة العشاء. For which I was grateful والتي لها انا كنت ممتن. خلاص I soon discovered from Herbert. اكتشفت بسرعة منين من هيربرت ذات مين يا فندم؟ مستر جاجرز واز مس هافيشامز لوير. كان المحامي بتاع مين؟ مس هافيشام. مستر جاجرز كي هاد سجستد اقترح ذات هيربرت فاذر ان والد عائله ايه؟ ها هيربرت ماله؟ مستر ماثيو بوكيت شود بي ماي تيتشر ان لندن. يبقى بص بقى بص انت ايه المدرس بتاعك في لندن ده هيكون ايه ابويا انا. ليه؟ ذو خبره. اوكي يبقى هنا وقت ايه ان لندن. I was convinced كنت مقتنع now ها كنت مقتنع الان كنت مقتنع ايه الان اهي convinced now that Miss Havisham was my secret benefactor. يبقى كل الدلائل ببساطه جدا تشير الى ان هي الفاعله. خلاص هي ايه الفعاله معايا. Herbert told me more about Miss Havisham. He explained that when she was a young woman لما كانت شابه she and her half brother هي واخوها الغير شقيقه had inherited a fortune from their father. ورثوا ثروه كبيره من الاب. It was not long ما مرش وقت طويل. However مع ذلك okay before her half brother قبل ما اخوها اللي هي brother اللي هو كي ها قبل ايه ما اخوها ماله كي her half brother spent his share on their money and became jealous of her. يبقى صرف كل فلوسه واصبح ايه بيغير منها. خلاص he wanted to say اراد ان يقول he wanted to have her money عايز ياخد من فلوسها. And she started to think about how he could even get it from her. He didn't care if she had to hurt her or to hurt her or not or get it. ما بيفكرش. طب الكلام ده هيزعلها طز. هيضرها طز. هيموتها طز. أنا المهم يجي لي إيه فلوس. في حاجة صعبة على الفورة ما سألش إيه فيها. سكن ده هيضايقها ولا مش هيضايقها ولا ولا ولا. اوكي؟ على الفورة هو لذينا بقى ايه؟ soon afterwards بعد ذلك بقليل جدا اللي حصل؟ Miss Havisham got engaged يعني اتخطبت. during this time هذا الايه هذه الفترة she gave most of her fortune ادت معظم ثروتها to her fiancé الى خطبها. this was against the advice of her cousin. دي كانت ضد نصيحة مين؟ ابن العمومة. مين ابن العمومة هنا؟ مستر كي ها ماثيو كي ماثيو المدرس كي
ماثيو بوكيت ده ايه المدرس هو وارنت هير الذي حذرها نوت تو تراست هير فيوتشر هازبند ما تثقيش في زوجك المستقبلي تو ماتش كثيرا مس هافشام بيكيم فيري انجري اصبحت غاضبه جدا وذ ماثيو بوكيت اند اوردر هيم حتى اوردر هيم يبقى امرته تو ايه تو ليف هير هاوس يلا اطلع برا وسيب اوكي He has never been there since. يعني هو ما كانش هناك منذ هذا التاريخ. Is your father still angry with Miss Havisham? ده مين بيب بيسأل مين روبرت. هل أختك هل Miss Havisham أو هل your father والدك مازال okay غضبان مع Miss Havisham يعني عايز يعرف بسبب ولا لا. I asked Herbert. سألت مين Herbert. No. He's not. No, he is not. لا طبعا مش زعلان. تتجوز ما تتجوزش دي مش فارقة معايا. Okay. No, he's not angry at all. Replied Herbert. مين اللي جاوب؟ Herbert. بعد كده dialogue لذيذ قوي. But when Miss Havisham sent him away, لما Miss Havisham أرسلته بعيدا يعني إيه طردته هذا اليوم, the day. She said that he wanted to get her money himself. هي قالت على مس مين على مستر ماثيو بوكيت ان هو عايز ياخد فلوسها لنفسه اوكي يبقى فور هيم سيلف اهي ماشي عندي بعد كده on the morning of the wedding في صباح يوم حفل الزفاف ايه اللي حصل many sorry when everything was ready لما كل حاجه كانت ايه جاهزه اوكي ايه اللي حصل ماشي while شوفوا getting dressed وهي بترتدي ملابسها Ever since that time, إيه اللي حصل؟ إيه الخطيب هياخد الفلوس كلها ويمشي. يبقى نقول كده تاني يا أولاد لو تسمحوا لي ها قال إيه؟ No, he is not angry at all. Replied إيه Herbert. يبقى Herbert اللي جاوب. بعد كده But when Miss Havisham sent him away, لما أرسلته بعيدا, that day, في هذا اليوم, she said that he wanted to take, he wanted to get her money himself. وعايز ياخد الفلوس ايه بتاعها لنفسه if he visited her now لو هو ايه كان زارها الان it would look as if he still wanted her يبدو كما لو كان الامر انه لسه عايزها اوكي okay? on the other morning في صباح اليوم الثاني of the wedding في اليوم من ايه حفل الزفاف ايه اللي حصل يا اولاد when everything was ready لما كل حاجه كانت جاهزه and the guests were expected يعني الضيف على وشك يوصله there was some bad news اخبار سيئه ايه اللي حصل مس هافيشامز فيانسي خطيب مس هافيشام عمل ايه عمل حاجه غريبه جدا هاد ليفت هير سابها ومشي ما يعرفوش فين هاد ليفت ايه هير حتى هل الف القصه من بعيد او من قريب راح فين لا شي ها ريسيفد ذا نيوز ات 20 تو 9 وصل لها الاخبار الساعه كام 9 او 10 ايه اللي حصل بقى لتسعة وايه وتلت ديت هتركز كويس جدا وقفت حياتها كلها عند الساعة ديت اوكي ايه اللي حصل while she was getting dressed okay ever since that time more than 25 years ago من 25 سنة فاتت neither Miss Havisham nor her okay house had changed ولا حاجة اتغيرت كل حاجة زي ايه بعض زي ما هي خلاص why didn't Miss Havisham fiancé marry her طب يا جماعة ليه خطيبها ما اتجوزهاش okay he would have had all her property then الله طب انت بتقول ليه ما اتجوزهاش ما هو لو اتجوزها كان زمانه ايه معاها كل ثروته معاها كل ثروتها فبتقول راح رد عليه قال له perhaps he was already married okay Herbert said ربما يكون بالفعل متزوج من اللي قال هابرت اوكي انا بقى كده it seemed that يبدو ان the fiancé had in his plan everything with miss mean Havisham اوكي Havisham's half brother يبقى الحته دي تثبت لي صح ان هما الاثنين كانوا متفقين سوا ما راحش كده وانت تلقى نفسه الخطيب والراجل ده كي هو مستر مين ها
Arthur, hoping to take up as much money from her as they could. Nobody knew if there two men were still alive or not. فيش حد يعرف إذا كان الاثنين اللي كانوا سريين صحيين ولا ميتين. خلاص بس خلصنا من هنا. The following day, في اليوم التالي, I was taken to meet the Bucket family at their home in Hammersmith. يبقى ساكنين فين؟ في مدينة تانية اسمها Hammersmith. Okay, ركز بقى شوية. In West London, في غربي لندن. بعد كده they lived by the river, عشان بجوار النهر. يبقى هنا by the river يعني بجوار النهر. خلاص in an old house في منزل قديم. When we arrived, okay, I found when he arrived. يعني حينما, okay, وصلنا. ماشي. We found Herbert's eight younger brothers and sisters, okay, playing noisily. طالما يقول لي brothers and singers, يبقى دول أكثر من إيه؟ من مجموعة بقى. Okay, كلهم قاعدين. خلاص, it was happy house, كان منزل سعيد. I immediately felt comfortable too. أنا كمان شعرت إن أنا مرتاح أيضا. سامة, Mr. Matthew Pocket and his wife. Mr. Matthew Pocket ومين وزوجته were as cheerful as their son. يعني دول إيه؟ ها فرحين ودول فرحين. دول مبتهجين ودول إيه؟ مبتهجين. And made me some welcome. ورحبوا بيا. After they showed me my room, بعد ما وروني غرفتي, they introduced me, قدموني to, إلى, حتى دي حلوة قوي فركز معي. خلاص يبقى after they showed me, okay, my room, بعد ما وروني غرفتي, they introduced me to two or three young men who were also staying there, اللي كانوا أيضا قاعدين هناك, مش كل السيرفنتس. We soon got to know. عرفنا على الفورة each other. كل واحد فينا عرف التاني. Very well, كويس جدا. Start book. Okay. كتاب دوت. Was good. ده اسم بني آدم. ده كان ماله. كان good و natured. يعني good natured. ذات طبيعة كويسة. خلابة. والتاني جمعة. Okay. Was a film. Browded. يعني browded. Gloomy. بس بعد كده I was learning how to live like young gentleman. يبقى إذن كان همه كبير أن يتعلم إزاي يبقى young gentleman and improving my education, وأحسن إيه تعليمي. خلاص because I would be very rich one day, لأن أنا ذات يوم هبقى غني جدا. Okay, Mr. Jaggers gave me audience. Give me Mr. Jaggers gave me more money, إذن فلوس أكتر. Wherever, whenever, asking, I asked. مسألة مسألة, رأي بديني فلوس. Which was quite often. التي إيه كانت في الغالب دائما بتحصل. Indeed, so I noticed, however, ومع ذلك أنا لاحظت, that he never taught, he never loved, and everyone seemed scared of him. الرجل ده ما بيخافش من اي حد وعمره ما بيضحك, اوكي, ولا بيهمه اي حد. هنا one day while waiting in Mr. Jaggers' office, في ذات الايام وانا منتظر في مكتب مين؟ Mr. Jaggers. I had a conversation, حصل ما بيني ايه وما بين الواد ده محادثه, with Mr. Mean Wemmick about Mr. Mean Jaggers, عن Mr. Mean Jaggers, who I noticed, الذي لاحظت انه اهي بص كده واضحه جدا. Who I noticed, okay, يعني who I noticed, الذي لاحظت انه ماشي حلوه جدا. خلاص الحته دي تاني يا اولاد. One day في احد الايام while waiting in there in Mr. Jaggers' office, وانا شغال في مكتب Mr. Mean Jaggers, I had a conversation with the Miss Mean Wemmick. تلقيت ايه رسالة من تيوم مستر مين ومك, okay, about Mr. Jaggers, okay, work. I know that, okay, Mr. Wemmick, okay, was proudly wearing a ring. كان ايه متفاخر جدا انه لابس ايه خاتم. طبعا قصة الخاتم دي لسه هتيجي بعدين. هنا عرفوا, he told me that
وأعطاني إني it would as a present A from English into Arabic أو from Arabic into English. بس دي جزء إيه الترجمة. Okay. معايا يا جماعة في حاجة صعبة؟ كويس. يبقى هنا Mr. Wemmick house. He lived with his father some distance from the center of London in a strange building في مبنى غريب that looked like a small wooden castle كما لو كان قلعة خشبية صغيرة. Mr. Wemmick told me that all of London ماشي criminals كل مجرمين لندن من هم؟ اوكي من هم؟ خلاص كل مجرمين لندن were afraid كانوا خايفين of Mr. Jaggers من Mr. Jaggers so they left him alone كانوا بيسيبوا له ايه لوحده. I learned that Mr. Jaggers did not even lock his house حتى ما بي ايه ما بيقفلش الباب باللوك. اوكي ما بيلوكهوش تماما. اوكي his house at night and often said I wanted to see the man who I'll dare to do okay rob بس to dare to rob me مين اللي يتجرأ يسرقني. ده chapter 5. معلش انا اسف طولت عليكم بس لازم كنت ايه احلل كل جزئيه فيه لان كل جزئيه محتاجه ان انا ايه اعمل مايند اوكي مايند ايه اوكي ريكومنديشن عنها. نبتدي كده questions. نبتدي في number one. He has twice been هنا نبص كده طبعا of robbery يبقى أدين لمرتين بالسرقة. كلمة أدين بمعنى ايه convicted سهلة جدا. بعد كده converted يقلب compared to current okay context يرجع للتكست بتاعه. Okay I'll call you the instant I get home. Okay, the word insistent okay, is closest in meaning to طبعا as soon as طبعا as soon as لأن هنا قلت equal after. Okay, بعد كده we live in a in an ordinary house يعني احنا عايشين في منزل ايه عادي خالص near the station بالقرب من المحط. بعد كده number four my grandmother is always cheerful لا she is always laughing. ده نادرا لما نلاقي الموضوع ده اسألونا يبقى دوت ايه نادرا يبقى كل طالب وطالبة دي ما فيش اي حاجة صعبة خلاص. طبعا my grandmother جدتي is always cheerful دايما ايه اخي ضحوكة كده خلاص. I didn't tell anyone I'm not telling حد because I was afraid afraid تاخد اوفي اولاد يبقى afraid of. The property is centrally okay, located and obviously suitable. Suitable تاخدي يا حبايبي for. بعد كده number 7. She upped into three parts. يبقى السمت. يبقى she divided. السمت إلى أنصاب. Okay, كل واحد قد التاني. He not a room. هل هو كان قاعد لوحده؟ لا. هو shared a room. يعني shared a room يعني تشارك مع غرفة مع واحد. خلاص with another person. بعد كده he dreamed of حلم بإيه taking revenge وبيحلم بأخذ إيه الطار. بعد كده I finished several days ahead يعني خلصت قبل الموعد بإيه بعدة أيام. كلمة deadline يعني آخر موعد لتقديم بحث لتقديم أي حاجة. عندي بعد كده okay, my friend seemed more disappointed than angry يعني بدأ كما لو كان إيه disappointed أكثر من هو كانوا إيه angry. The opposite of disappointed طبعا cheerful مبتهج وغير مبتهج. I was disappointed أنا أحبط أملي إمتى okay, that we played so well إن إحنا لعبنا كويس جدا yet still lost ومع ذلك ما زلنا بنخسر. The computer of even disappointed is okay يبقى هنا على الفور خلصنا الجملة ديت يبقى نخش على الجملة ديت يبقى it was I was disappointed يعني خاب أملي that we played so well ومع ذلك إيه خسرنا يبقى disappointed equal إيه أولاد dissatisfaction. Number 13 he gets really jealous يعني هو حقيقة أصبح غيران جدا if his friends strikes up a friendship لو صحابه
تصادقوا كده فيما بينهم with a another man مع رجل اخر. Okay, the opposite of jealous. عكس كلمة jealous ان هو واثق في نفسه اللي هو ايه؟ Okay, confident. Confident. بعد كده he is an okay anti-antithetic اللي هو المطهر. Cream suitable for minor skin okay irritations. يعني لو في طفحة عن جلد كده خفيف يبقى ده ايه مناسب لي. يبقى على الفورة هنا وفي الجملة دي بالذات هنختار ايه؟ طبعا improper. ليه؟ هو عايز عكس كلمة suitable. عكس مش كلمة suitable بتقول ايه؟ لعكسها. يبقى صح اجابة improper. And نؤثر is someone who is in prison for committing crimes. ده طبعا مين؟ ها ليه الكونفرت. بعد كده number four two طبعا there كي تجرؤ is to be encouraged هي انك انت تكون شجاع enough to try to do something okay sorry عندي بعد كده number كام oh my god ده يتحرك اعتقد نمبر 17 to dare is to be encouraged يعني كي تتجرأ على لازم تكون شجاع بصفة بدرجة كافية to do to try to do something عشان تحاول تجرب حاجة انت ما تعرفهاش. بعد كده طبعا هنا experiments اللي هي التجارب المعملية have shown that there is an increased okay, risk of women's forms of some forms of cancer. Okay, number 18. Not a recent photograph. يبقى دي ايه؟ اوصل الصق. Okay, ضم. يبقى ايه كل ديت attach. ليه attend يعني يحضر. He is a bit progressive about his CV. يبقى I wouldn't. طبعا there. لن اقرأ. لن اعمل حاجة زي كده. Number 20. As a result, my telephone and fax bill is much greater than the bill. Okay? Than the bill for board and lodging. The suffer in Hegway will come. Lodging. Okay? And not is a person who works in an office. دايماً وانت بتشتغل تخلي بالك من السؤال. طبعا هنا ايه كاستمر. ليه؟ لان هو ركز ده سوري ده كليرك يعني كليرك اللي هو ايه الكاتب اللي بيكتب ده اللي انت بتشوفه دايما حاطط ايه منديل على شعره. نمبر 22 not is a rented room على طول ايه لوجيك. نمبر 23 I hadn't had enough sleep انا ما نمتش كويس امبارح and was feeling a bit gummy وشعر ان انا ايه كأبل. يبقى the closest meaning of the gummy ايه هو annoyed. Annoyed ليه احنا بنقول هنا the same meaning المعنى الشبيه. Number 24 who will inherit the house when he dies ادي اول حاجة وبعدين all of them okay will inherit equally inherit can be replaced by يعني take يورث خلاص يبقى هنا possess يمتلك بس. I always sent away كانوا دايما بيرسلوني بعيدا from school at the age of 6 by my teacher for being lazy لكوني ايه كسول. Number 26 number 20 كام 6 ركز يا ابني معايا. If your grandfather left لو ايه your grandfather مشي any money او ساب لك اي فلوس you will get your طبعا share هتاخد نصيبك. بعد كده the evidence الدليل seems to suggest that he stole ليه طبعا هنا وقت okay alright ماشي. بعد كده he suggested to the communicate انا عايز اعرف دي خدتوها ايه ودي خدتوها ايه وذكر كده الباقي يلا شوف كده هتعملوا ايه فيه
بسيطة. يبقى if your grandfather left any money, لو جدك ساب اي فلوس يبقى you will get your share, تاخد نصيبك. بعد كده دي طبعا stole the money, سرق الفلوس. بعد كده he suggested to committee, يعني هو اقترح ليه للجنة that they delay making the decisions, ان هما لا ما تاخدوش القرار بسرعه, لا اجلوا كده بس لغايه ما ايه ندرس الموضوع. اوكي انا بكده why are you so jealous, jealous تاخد اوف خلصت, envious تاخد اوف خلصت, يبقى jealous يبقى تاخد ايه اوف. معايا حبايبي؟ اللي بعديها suddenly she felt angry, suddenly equally with, ماشي يبقى هقول كده suddenly اوكي وبهذا او بذلك او بامانه وابتدي انزل السلم وابتدي اكتب. اوكي suddenly she felt angry with, يبقى angry with خلاص. بعد كده اشرف was feeling lonely, اشرف كان شعر بالوحده. So I suggested that he, طبعا ايه اوكي اركز كويس جدا اكات, يبقى كده هو ايه adopt او اوكي يربي او يبن ايه سوري يا ربي ها اكيد كي. بس ده الجزء بتاع شابتر كام 5, ده جزء ايه حبايبي الهوم ورك اللي عليكم انتوا, يا ريت يتذاكر ويتحل كويس جدا جدا. ده شابتر 5 على اكمل وجه, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وان شاء الله ان شاء الله طبعا هينزل لك سواء الايه النوفل لغايه السنه او الايه الانسر بتاعتها على الايه اوكي على اليوتيوب. اي حبايبي نشوف بقى ايه الهوم ورك ودوت, قلت ايه هينزل على اليوتيوب ايضا. نشوف كده جمله جمله حبايبي. هنا اشرف was feeling lonely, اشرف كان حاسس بالوحده. So I suggested that he طبعا adopt a cat, adopt يعني يتبنى يعني ايه يربي خلاص عشان ما ايه ما يبقاش لوحده. ده مانجر اسكت ده اوكي المدير طلب من المين الموظف, يبقى هاخد ايه كلارك. ليه؟ لان بص يعني ايه المدير دايركتور يعني ايه المدير الاستاذ. اوكي هي واز بيزلي اوكي ها امبلويد يعني مشغول جدا جدا اوكي ليسينج اب هيز شوز. بس انا كده ايفري تايم اي رينج هير, كل مره بتصل بيها the number is the engaged, الخط مشغول. يبقى كلمة engaged تجيب معنى خطيب, وكلمة engaged تجيب معنى الخط التليفون مشغول. My mom told me I look very handsome. اوكي يعني handsome يعني ايه ها اوكي وسيم with my new haircut. انا بكده number 36 our class are very mellow grateful for the extra help our English teacher gives us. يعني الكلاس بتاعنا كان شاكر لمين المدرس بتاعنا بتاع الانجليش لانه بيبذل مجهود اكتر من ايه من ايه من طاقته. The council المجلس has failed to deal with the problem of homelessness okay in the city. خلاص يبقى deal with يتعامل مع. بعد كده thieves broke the safe يعني كسر السيف and stole وسرقوا everything in it. هنا الفرق يا اولاد ما بين ستيل وروب. هنا لو انا بصيت كده الفرق بين ستيل هنقول يا حبايبي ان كلمه ستيل هنكتب عليها something, يبقى ستيل ايه something something ستيل ايه something. بينما اوكي روب يجي وراها حاجتين يا اما someone يا اما someone يا اما some place. some place يبقى ده الفرق steal something rob someone or some place. اوكي
يلا حبايبي اللي بعدها اوكي يبقى دي كده ايه سهله جدا جدا يبقى وصلنا النمبر كام ثيمز بوك انتو دي خلاص خلصناها يبقى نمبر 39 ذا تيرورست اللي هم الارهابيين اوكي ها فاينانسد مولوا انفسهم باي روبنج بانكس بسرقه بنوك يعني بكده كان يو فايند اوت يعني هل يمكن ان تكتشف وات تايم ذا ميتنج ستارتس امتى الاجتماع بدا شي جيف مي ا جريتفل لوك يعني ايه ادتني نظره شاكره ذا كلوزست مينينج اوف جريتفل از ايه طبعا جريتفل يعني شاكر او ممتن وابريشيت يعني شاكر او ممتن ات داز مي اوكي جود يعني بتخليني حاجه كويسه تو سي ا تشيرفول فيس لما الواحد بيشوف ايه وجه مبتهج يبقى هنا the synonym of cheerful is a joyous اللي هي السعادة بعد كده if you say that someone is worse tempered لو قلت ان واحد ايه طبعه سيء مزاجه سيء you mean that they are bad tempered ان هو طبعهم سيء and miserable وبائس to inherit ترث is to receive money property or a title from someone who has died من شخص ايه مات you are looking pale لا انت شكلك ايه شاحب اوكي رايح من وشك الدم it's a good idea to do some research ليه يا حبايبي لان كلمه research تاخد دوم ما تاخدش منك ابدا يبقى do some research بدي كده شيء not to children يبقى دي adopted يعني تبنى الطفلين from the orphanage من الملجأ The joy has decided, has he decided, okay, he is a, okay, a convict. يعني ايه لجنة الايه القضاء حكمت ان هو مذنب of committing a murder crime بايه بارتكاب جريمة قتل. Okay, she inherited, worthed a fortune, ثروة from her grandfather, من ايه جدها. خلاص the antonym, عكس كلمة ايه إن إيه inherited يبقى إيه dispossessed يعني لا تمتلك أوكي بركة نمبر 50 why are you jealous of her ليه أنت غيران منها أو ليه أنت غيران منها she is no competition ما فيش منافسة من بينك ومن بينها the closest meaning to jealous أوكي معنى jealous is إيه بقى طبعا envious يعني حسود عليها بركة It is 250 LE huh, a week for board and lodging. The closest meaning to lodging is طبعا هنا شلتر اللي هو مأوى. ليه؟ لأن دوت مأوى ده مأوى. خلاص number 52. He was convicted يعني هو أدين of a serious driving offense بإساءة استخدام السواقة. The synonym of convicted أدين إيه هي guilty إن هو أصبح مذنب okay number 53 it was a shock to discover كان إيه مفاجأة إنك أنت تكتشف that he couldn't read إن هو ما بيعرفش يقرا بعد كده the leak التسريب was first إيه discovered اكتشف أو لا يكتشف المهم إيه he discovered okay اللي بعديها منار came last منار جت ايه الاخيره في السباق so she's feeling quite ايه طبعا شعرها بانها كئيبه حزنانه ايه ها اوكي خيشه and her كي فيانسي خيشه وخطيبها كي ادم او كاشا وخطيبها مين ادم بلان تو هاف خططوا ان هم يكون عندهم a wedding reception حفل زفاف in June في يونيو بعد كده he was not okay of a serious driving offense يبقى طبعا ايه convicted ودين دي لسه جملة اللي فيها please return your keys to the clerk رجع المفاتيح الى الموظف at the front desk في ايه موظف السباق he was a convict كان مدان of the murder بايه بالقتل okay of two teenagers بقتل كام اثنين teenagers يعني اثنين مجرمين convict can be okay replaced by felon كويس يعني بكده how do you share out
three cakes among the four people. That synonym of a char is the طبعاً distribute. Share ودي يتقسم يبقى الاثنين هي synonym. بعد كده he not carefully يبقى he dressed carefully. هو ابتدى ملابسه بصورة ايه carefully جيدة. And still he had bad mar. He had been murdered. بعد كده after her parents death بعد ايه موت والديها she wore black ارتدت اللون الاسود. Miss the Smith عائلة Mr. Smith are now very rich because of thanks to okay, their grandfathers. Okay. Inheritance بسبب الميراث بتاع الجد. I offered Mr. and Mrs. Me خميس كي قدم لهم ايه يا جماعة مسكن. Why they were in دميرطة لما فين في دميرطة. He طبعا inherited يعني ورث ربخته يا هناء 2 million. بعد كده number 6 children often feel jealous دايما بيشعروا بالغيرة when a new baby arrives لما ولد ايه جديد بيوصل. The experience convicted يعني ايه الخبرة convicted يعني convicted خلاص convicted him that your boss on the on the bank of a revolution على حافة الثورة يبقى هنا convicted. Okay. The nursery is bright and cheerfully. Cheerfully يعني حاجة كده مبهرة. With plenty of toys. فيها ايه؟ Toys كتيرة. Broadcast networks are losing shares. Shares هنا equal in portions. خلصت. أنا بكده I'm so grateful for all your help. The antelum عكس كلمة grateful ايه؟ طبعا ungrateful. اللي بعديها the teacher okay, asks. The teacher asked the students to come and share. يعني share يشارك. بعد كده the family was asked to forgive the thieves for stealing their food rather than أكثر من يبقى هقول إيه rather than took revenge on it يعني أفضل من إن هم ينتقموا أو يسألوا ليها. بعد كده come back ارجع and see me يعني ارجع كده وشوفني وشقر عليها when you are less grumpy لما تكون ايه مش غضبان أو مش كأبان. This building is not really suitable for wheels يعني مبنى مش مناسب للعجل. هنا she is okay, socially dependent يعني حرة okay on friends معتمد على الاصدقاء سوري and relatives يبقى معتمد على اصدقائها واقربائها. Suddenly Sarah heard footsteps فجأة Sarah سمعت صوت وقع قدام. بعد كده my parents said they were very proud قالوا ان هم مالهم فخورين جدا. Our neighbor is very grumpy راجل ايه كئيب نكدي. After his surgery بعد العملية he was kept alive احتفظوا به على قدر الحياة. Soldiers have been training at a key secret location في موقع سري. ملكة لأنها was disappointed احبطت. كي كلام ده سهل. Sammy was quite pale شحب تماما. كي الدم كان راح كي pale اللي بعديها he made okay a طبعا فورشن يبقى هو عمل ثروة. The hardest thing in finding a car okay, dealer you can trust أصعب حاجة انك انت تثق في كل الناس. ده جرام سوري ده شطر كام 5 كام homework. اللي عنده اي سؤال حبايبي يسألني على 0100 150 786 3. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.